السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا، تفضل زيدو جلس. هادو المهدي ولد الرئيس اللي عاود لك عليه، عاود لك كلشي. بسطوف عاود لياك على كلشي. قضية خايبة. قال لي عندك شي حاجة بغيتي تقولها لي أنا بوحدي. عاود لي على عبد الغفور، ها بلاصتو. هنا فين كان كنجلس. كان ديما كيجي لعندي لهنايا. ومسكين خدم عندي شي ايامات. كانت عنده الحركة عيانة. واش فراسك؟ هادشي كاع كله اللي دار على قبل بنتو اللي ماتت. هادشي في خباري، في خباري هادشي. خباري كمل. أنا شفتو شو كيدوي معاه. شو كيدوي معاه وقال ليه إلا درتي هادشي اللي قلت لك الدرية غتوقف على رجليها وغدير العملية ديالها وغادي يشيطوا لك الفلوس وتعيش بها. هاد الحد شفتيه كيدير؟ لا. قول لي كلشي اللي قلتي له، قول لي كلشي. قول لي. سمعتو كيدوي معاه كيقول ليه عبد الغفور، كيقول ليه الرئيس. الرئيس شي حاجة. الرئيس اش عقلتي على سميتو؟ المهم كان كيقول ليه ما عقلتش. ما عقلتش. قداش كان؟ طويل، قصير، عريض، بيض، سمر. المهم الهضرة ما كانتش ديك الساعة مهمة. اللي مهم قال له ما تغطس، ما يوصلوا رجليك الماء، وفلوسك غادي يكونوا عندك في جيبك. الراجل بعدا متأكد انه راجل ماشي مرة. انا كنقول لك كيقول ليه الرئيس. راه كان كيقول ليه الرئيس. الرئيس حجاج. ما نقدر نقول لك ايه، ما نقدر نقول لك لا. تهدا راه مزيان. بلاتي نمشي نجيب لك واحد اخر. نجوى ما تخافيش، ما جيتش باش نديك. حجاج ما عرفنيش كاع واش انا هنا. عافاك، غسري في حالك وخليني عليك في التقار. انا وليت كنكره حجاج كتر منك، وبطع ليا فوقتاش نصيفطو للحبس. تصيفطي للحبس ولا ما تصيفطيش، انا راه مدرت لكم والو. حسيتك بحالا خايفه مني. اسمعيني، خاصنا نتعاونوا انا وياك. مش على الاقل انتي تعيشي مرتاحه.